بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لنهار اليوم رح يكون the past simple tense. So we start with the use. الاستعمال تاع simple past. We use the past simple tense to speak about actions which started and finished in the past. So نستعملو الباست سيمبل باش نحكو على أحداث اللي صراو في الماضي وانتهوا في الماضي، يعني حاجة صرات في الماضي وانتهت في الماضي، ما كانش دركا. أوكي. A previous date، كيعود عندي previous date يعني تاريخ مضى، يعني تاريخ قديم. For example in 1997 we moved from Algiers to Skikda، يعني في 1997 رحلنا انتقلنا من ألجيز الجزائر العاصمة إلى ولاية سكيكدا. So this is a previous date. هنا الverb حطيناه في past simple. Okay. The verb is moved. نستعملوا أيضا past simple with some time markers. عندنا time markers يعني كلمات في الجملة كي نلقاوهم نعرفوا مباشرة باللي الفعل تاع الجملة لازم يتصرف في الباست سيمبل، اللي هما yesterday البارحة، last الماضي، ago مضت. اوكي. yesterday she went to the cinema. yesterday she went to the cinema. The verb is went، ذهبت. We visited Jijel 3 years ago. The verb is visited in the past simple. We visited Jijel 3 years ago. عدنا ago. هنا عدنا yesterday. كي نلقى yesterday ولا ago مباشرة الفعل تاعي تاع الجملة نحطه في past simple. Last Saturday they play football. Last السبت الماضي they played football. Played لعبوا كرة القدم. يعني كيعود عندي time markers yesterday last ago، ولا كيعود عندي previous date تاريخ قديم، الفعل تاعي تاع الجملة مباشرة نحطه في past simple. okay good. now we move to the form، كيفاش نصرف verb في past simple. okay. we start with the affirmative form. نبدأو بال affirmative form، الصيغة الموجبة العادية. كي نعود راح نصرف verb في الباست سيمبل واش ندير؟ نحيلو الأقواس ونحيلو التو ونزيدلو إيدي، كيعود الفيرب ريجولا فعل منتظم. عندنا ريجولا فيربس و إيريجولا فيربس. هنا في الباست مش كيما في البريزنت. في البريزنت ما يهمنيش بزاف نوع الفعل، يهمني السابجكت. عندي سابجكت نزيد فيهم الاس، سابجكت اللي ما نزيدش. بصح في الباست سيمبل ما يهمنيش خلاص السابجكت، يهمني نوع الفعل. الفعل كي نعرف نوعه ونعرف كيفاش يتصرف نصرفه بنفس الطريقة مع الضمائر كامل. يعني كي نعرف بلي راح نزيد له ايدي نزيدها مع الضمائر الكل. بصح كي نعرف بلي الفعل تاعي irregular غير منتظم، من بعد نشوفو كيفاش نتعاملوا مع الافعال الغير منتظمة irregular verbs. نبداو بالregular verbs very easy سهلين. I cleaned، you cleaned، he cleaned، she cleaned، it cleaned، we cleaned، they cleaned. هنا عندي verb regular منتظم ما يهمنيش الضمير، مباشرة نحي الأقواس والتو نزيد له إيدي، هكا راني صرفته في simple past. مع هي، مع شي، مع I، مع you، مع المفرد الجمع إيدي. أوكي. I give you example. The verb won't، كيجيك the verb to want between brackets، نحطو ونحل brackets والverb ما يهمنيش subject خلاص، يهمني باللي عرفت باللي الverb want راهو regular فعل منتظم وراح نصرفه في simple past مباشرة نزيد ايدي مهما يكون subject. يعني هنا past simple أسهل من present simple. okay. the verb to cook، يطبخ، نحي الأقواس والتو على بالي بلي راح نصرفو في الباست سيمبل. فور اكزامبل لقيت yesterday، لقيت ago في الجملة، لقيت تاريخ اللي ديجا فات، على بالي بلي راح نصرف الفيرب تاعي في الباست سيمبل. هنا نحي الأقواس والتو نزيدلو ايدي مهما يكون السابجكت تاعي ما يهمنيش.
The verb to help يساعد. كيف كيف لقيت the verb to help؟ نحيل أقواس brackets نزيد ed. The verb is in the past simple. Okay. So the regular verbs. كيعود عندي regular verb. رح نصرفه في past simple. نحيل أقواس وتو نزيد له ed. عدنا some exceptions. حالات بسيطة يعني مش صعبة. For example كيعود الverb live يعيش. كي نجي نصرفه في الباست سيمبل نزيد له غير دي خاطر ديجا فيه الاي. اوكي ما نزيدش نعاود اي دي. هو ليف ينتهي بالاي راهو ريغولار عادي ماشي كي نلقاو فيه الاو يعني ماهوش ريغولار ريغولار. نحي الاقواس وتو نزيد دي ليفد راهو في الباست. عندي بلاي يفاد بالايغريك ينتهي بالايغريك قدامها فاول. هنا ما يهمنيش كي تعود ايغريك قدامها فاول نزيد اي دي عادي. اوكي كيما في البريزنت سيمبل نزيدو الاس عادي. The verb study it ends with y ينتهي بالإغريق قدامها consonant. هنا كيعود قدامها consonant هنا المشكلة. نحو الإغريق خلاص we omit we remove نحو الواي نعودوها بآي ومن بعد نزيدو ايدي. اوكي now the verb travel and the verb cancel هنا كي تجو تحطوهم في الباست سيمبل we double the consonant ندوبليو الال ومن بعد نزيدو ايدي. اوكي علاش هنا عندي الفيرب ينتهي consonant vowel consonant consonant vowel consonant وعندي stress الشده في اول الكلمه. هذه ما تركزوش فيها بزاف المهم احفظوا باللي travel ترجع traveled double l cancel يلغي cancelled with double l. اوكي هادو كامل راهم regular verbs افعال منتظمه ما دام زدت ايدي يعني راهو regular verb. اوكي so the rule is القاعده مع كل personal pronoun subject كل ضمائر subject I, you, he, she, it, we and they كامل regular verb يتصرف معاهم كامل بنفس الطريقة. المهم أنا نعرف باللي راهو simple past وراهو regular verb مباشرة نحي الأقواس وتو ونزيده إيدي. كي نزيد له إيدي الverb راهو مصرف. نبقاو مع الأفيرماتيف فورم مازال ما نروحوش للنيجاتيف فورم لصيغة النفي. هنا كتعود الفعل تاعي في الحالة كيعود الverb irregular verb. كيفاش نعرف انا بلي الفيرب تاعي irregular؟ هنا في الاخر تاع الكتاب تاعكم بالنسبه للسنه الرابعه السنه الثالثه السنه الثانيه في الاخر تاع الكتاب تلقاو ليست قائمه تاع irregular verbs. اوكي تلقاو الفيرب in the infinitive second column the verb in the simple past والثيرد column the past participle. past participle هذاك ما يهمكمش مازال باش نخدموا فيه به يهمكم الخانه الثانيه الخانه الاولى الانفينيتيف الفيرب ان ذا انفينيتيف الخانه الثانيه الفيرب ان ذا باست سيمبل. الافعال هذه الايريغولار كامل تلقاوها في لاليست اللي تجي في اخر الكتاب. هادو الايريغولار فيربس كيفاش تعاملوا معاهم تحفظوهم لازم حفظ هادو الافعال لازم يتحفظوا. انا هنا حاولت نعطيكم بعض الافعال اللي تستعملوها بزاف واللي تجي بزاف في الاختبارات واللي تجي نستعملوها في حياتنا اليوميه. Like for example put عندنا put في past simple تبقى put هذا راهو irregular verb مادام ما زدتش ايدي يعني راهو irregular verb ما يتبعش القاعدة. عندي cat كي تلقى الverb between brackets to cat يقصو هنا تنحي الأقواس وتو تخليه كيما راه لأنه الانفينيتيف تاعو البيس فورم هي نفسها simple past. اوكي عندنا الverb come ياتي كي نصرفه في الباست يعني عندي افعال يتغير فيها حرف واحد كيما come يرجع came الاو نبدلوها بالاي. كي يجيك الverb to come between brackets نحي الاقواس وتو والاو ترجعها up. اوكي ترجع came came اتى. اوكي في الماضي read يقرا كيف كيف تبقى نفس الكتبة يعني تريد نحي الأقواس وتو وتخليها كيما راها بصح النطق يتبدل كي تعود في الانفينيتيف تريد كي تعود في الباست سيمبل read I read a book yesterday I read a book البارحة قرأت كتابا الكتابة تبقى نفسها بصح المعنى يتبدل والنطق يتبدل. The verb to write يكتب نحي الأقواس وتو ترجعها wrote الاي ترجعوها او
هذا مكان هكا راهو مصرف في الباست سيمبل. اوكي هذا راهو irregular verb، هادو كامل irregular ما يتبعوش القاعده، يعني مش راح تزيدوا لهم ايدي. get ترجع got يتحصل على، go يذهب ترجع went ذهب، هذا very important verb تحفظوه مليح. see يرى ترجع saw، take ياخذ ترجع took، say يقول ترجع said قال، eat ياكل ترجع ate اكل، tell يقول ترجع told قال، know يعرف ترجع knew. الكا هذه silent ما نطقوهاش، نقولوا know I know I knew عرفتو. the verb to buy يشتري يرجع I bought اشتريته، هنا يبقى عندنا غير البي الباقي كامل يتبدل. اوكي the verb to catch ترجع caught يمسك، to catch ولا يلتقط to catch ترجع caught. اوكي هادو لازم تحفظوهم ما عندهم حتى طريقة. عندي تاني الverb do يرجع did، have ترجع had مع الضمائر كاملة. كنقولك انا put يرجع put يبقى put يعني مع الضمائر كامل، see ترجع saw مع الضمائر كامل، I saw he saw she saw they saw. okay the auxiliary to be، to be is an irregular verb يعتبر irregular verb. علاش؟ خاطر كيجيني to be بين قوسين نحي الأقواس ونحي to be نحي كل شيء ونعوضه was or were حسب السبجكت. يعني هنا في to be هو الفعل الوحيد اللي كي نجي نصرفه I pay attention to the subject، ننتبه مليح للسبجكت تاعي الفعل. إذا كان الفعل تاعي مفرد singular I he she it أنا هو هي وهو هي الأشياء والجماد، إذا كان واحد من هذو راح نحط was كان he was هو كان I was أنا كنت. يعود السبجكت تاعي you we they، سبجكت هنا جمع plural يعني هنا you معناها أنت ومعناها أنتم، we معناها نحن، they معناها هم هن، هما للمذكر هما للمؤنث، هذه كامل نستعمل معهم they. يعود السبجكت تاعي واحد من هادو هنا نحي الأقواس ونحي to be ونحي كل شيء ونحط were، you were we were they were. okay good now we move to the negative form. negative form regular verb عنده نفس negative form كيما irregular verb، يعني regular verbs والirregular verbs الاختلاف اللي بيناتهم غير في affirmative form. he watched a film هو شاهد فيلم، هنا الفعل تاعي كان في الاصل تاعو to watch يشاهد. he watched a film هو شاهد فيلم، هنا الفعل راهو في الباست سيمبل زدت له ايدي regular verb. هو شاهد فيلم كي نحب ننفيها نقول هو لم يشاهد فيلم. اول حاجه الverb تاعي نرجعه للانفينيتيف، يعني اي اضافه زدتها له نحيها، الفعل يمنع من التصريف. اوكي يعني watched ترجع watch، وندخل الاوكسيليوري verb الفعل المساعد did ونزيد له not. he did not watch a film يعني كي نجي ننفي فعل قلنا الفعل ما ينفيش نفسه بنفسه، يحتاج الاوكسيليوري verb باش ينفيه. في simple present و simple past نستعملوا الاوكسيليوري to do ندخلوا عليهم do. في present قلنا باللي نستعملوا does not ولا do not. اوكي هنا راح نستعملو did not يعني to do، هذا راح نصرفوه في الباست باش لي يقرا الجملة تاعي كي يلقى did not watch، بما انه الفعل ممنوع من التصريف راح يشوف did. did هي to do في الباست، يعرف مباشرة باللي الجملة راهي في الباست نيجاتيف منفي. اوكي he did not watch a film يعني عندك verb راح تنفيه ترجعو للانفينيتيف without to يعني base form. اوكي يعني تنحي له to والاقواس تخليه كيما راه وتحط قدامه did not، ولا نختصروها
didn't. لصقوها في بعضها، نحيو الأ ونحطو apostrophe. He didn't watch a film. Okay? He didn't watch a film. Another example. مثال واحد آخر. I to go to school. هنا راح نصرفها في الباست. كيفاش ندير؟ عندي to go، نعرف باللي go irregular verb. Go يرجع went، يعني نحي كل شيء، نحي go ما نحطش goed. False. هنا go irregular verb، يعني يتبدل تماما. نحي to go ونحط went. I went to school. أنا ذهبت إلى المدرسة. هنا كي نحب نفيها I did not، لازم ندخل did not مع الضمائر كامل. He, she, it, I, you, we, they، كامل يتنفوا ب did not اللي هي didn't، يعني أسهل من present simple. present simple كان subject اللي يتنفوا ب does not، وكان ب do not، بصح في الباست كامل يتنفوا ب did not. so نرجع الverb تاعي went للinfinitive تاعو اللي هي go، ونحط قدامه did not. I did not go to school. أنا لم أذهب إلى المدرسة. I went to school. أنا ذهبت إلى المدرسة. يعني الجملة هذه affirmative، هذه negative. For example، في الفرد ولا في الاختبار جات الجملة هذه. I to visit my friend yesterday. The question is put the verb in the correct form. يعني راح تصرف الفعل في الوقت المناسب. قلنا كي نلقى yesterday في الجملة اللي معناها البارحة، نعرف مباشرة بلي الفيرب تاعي راح نصرفه في السيمبل باست. عندي هنا to visit. to visit هو regular verb، يعني واش راح ندير؟ نهز الفيرب تاعي بين to والأقواس يتنحاو. visit regular verb، يعني واش ندير له؟ نزيد له ed. I visited my friend yesterday. زرت صديقي البارحة. هكا راني صرفته. اوكي، هنا كي نحب ننفي الفيرب هذا راح ننفيه. كيفاش ندير؟ فيزيت ما نزيد لها والو. علاش؟ لاني راح نحط قدامها الاوكسيلوري تو دو في الباست، يعني هو اللي راح نصرفه. نقول I didn't visit my friend yesterday، ولا نقول did not، كيف كيف. هنا another example irregular verb. عندي هنا فعل غير منتظم اللي هو to come، يأتي. he to come early. هنا راح نصرف الverb في الباست، هذا irregular verb، مانيش راح نزيد له ايدي. هنا قلنا to come ترجع came، يعني he came early. هكا راح نصرف في الباست. كي نحب نقول he، هنا he came early، اتى باكرا، نحب نقول لم يأتي باكرا، هنا نقول he didn't come early، لم يأتي باكرا. يعني الفعل في صيغة النفي في الـ present simple ولا في الـ past simple يمنع من التصريف. هنا نرجع الأصل للـ infinitive base form ونحط قدامه didn't. okay. so the rule is، القاعدة هي I, you, he, she, it, we and they، all the subject pronouns، جميع الضمائر كي نحب ننفيها نحط معاها did not or didn't، الاختصار تاعها didn't، plus the verb in the base form، يعني الفعل نحيلو الأقواس والتو ما نزيد له والو، الصيغة تاعو الأصلية الانفينيتيف نزيد قدامه غير did not. هكا راهو مصرف في simple past ومنفي negative. okay. we move to the interrogative form، صيغة الاستفهام، how to make a question in the past simple، كيفاش نديرو سؤال في الماضي. هنا كيف كيف الريجولار والإيريجولار فيرب ما بيناتهمش اختلاف، نفس طريقة طرح السؤال، نفس طريقة النفي، الاختلاف الوحيد اللي بيناتهم هو في الأفيرماتيف. هنا الانتروغاتيف فورم، كيفاش نطرح سؤال في الباست؟ كيما قلت ونبقى نعاود، الفيرب ما ينفيش نفسه بنفسه والفعل ما يطرحش السؤال بنفسه. اوكي، هنا لازم ندخلوا له الاوكسيليوري فيرب تو دو، وكي ندخلوه نصرفوه في الباست. علاش نصرفوه في الباست؟ باش اللي يقرا الجمله تاعي ولا اللي يسمعني نهضر يعرف باللي راني نحكي على الباست، لانه فعلي راح نمنعه من التصريف، اذا راح نصرف دو، نرجعها ديد. اوكي، the first example، did he arrive، هل وصل؟ did he arrive، يعني كي نجي ندير سؤال هنا راهو auxiliary question، هل وصل، بديناه طول بالauxiliary.
كي نطرح سؤال لازم نبدا بديد ديد يجي وراها السابجكت ومن بعد الفيرب ان ذا انفينيتيف. كي نجي نجاوب على السؤال هذا ديد هي ارايف راح نقول يس هي ديد يس هي ديد شورت انسر جواب قصير ولا نقول يس هي ارايفد نعم وصل. هنا الجملة راهي موجبة يعني في الحالة العادية يعني هنا كيعود short answer جواب قصير راح ندخل did برك. كي نحب ندير long answer جواب طويل هنا did ما ندخلهاش في الaffirmative form نقول yes he arrived نعم وصل. كي نحب نجاوب ب no did he arrive هل وصل no بعد نعكس هادو no he did كما هنا yes he did بصح مادام عندي no did not no he did not لا لم يفعل ولا نحب نجاوب long answer no he did not arrive arrive ما نزيدش دي اوكي no he did not arrive علاش على خاطر did not تمنعهم التصريف. كي نجي نطرح سؤال في الباست سيمبل ديما دائما نستعمل did نزيد لها subject هنا اي subject هي she I احمد منى subjects كامل نستعمل معهم did يعني did ما تبدلش did نزيدو subject plus the verb in the infinitive. نقدر نجاوب على السؤال هذا باستعمال auxiliary برك yes he did no he did not كي تستعمل no لازم تحط not كي تستعمل yes تقول yes he did. حبيت نستعمل long answer جواب طويل نقول yes he arrived هنا في الaffirmative form ما ندخلش did ولا no he did not arrive هنا ندخل did في النفي لازم تدخل بصح في الaffirmative نقول yes he arrived اوكي في long answer. Another example هنا عطيتكم مثال واحد اخر ب irregular verb اللي هو go did he go هل ذهب yes he did كنحب نجاوب هنايا الأجوبة هادو في زوز أفيرماتيف وهادو في زوز نيجاتيف. Did he go؟ هل ذهب؟ Yes he did. ولا نحب نجاوب long answer ما ندخلش did ونقول yes he نصرف go في الباست كيفاش نقول yes he went نعم ذهب. كي نجي نجاوب على السؤال هذا نعاود نطرح سؤال نجاوب عليه بنو Did he go؟ No he did ديما نعكس السبجكت والاوكزيليوري No he did not كان no لازم not. نحب نجاوب عليه بلونغ انسر نقول لم يذهب No he did not went ولا go قلنا didn't تجي وراها الفيرب في الانفينيتيف base form يعني نقول No he didn't go اوكي good so كي نجي نطرح auxiliary question auxiliary question سؤال استفهامي عادي نستعمل did دائما did ماشي كيما في present دي فوا نحطو does دي فوا نحطو do no هنا ديما did في past مع الضمائر كامل يعني نحط did من بعد نحط subject اللي حابه نسال عليه هم ولا هو ولا هي من بعد الفعل في base form يعني الverb تاعي في infinitive مش مصرف لاني استعملت did did he go did he practice did he visit did he watch ما نزيد والو الفيرب هكا راني طرحت auxiliary question. كي نحب نطرح wh question wh question هو سؤال اللي يبدا ب wh word يعني سؤال اللي يحتاج معلومه يعني ما نجاوبش بيس ولا نو كيما في auxiliary question auxiliary question معناته هل بصح هنا ماذا اين اوكي what did he play ماذا لعب هنا كي نجي نسال wh question ندخل what اللي هي ماذا شوفوا هنا عندي نفس الترتيب هنا تاع السؤال auxiliary did he subject والverb في الانفينيتيف يعني نحافظ على نفس الترتيب تاع السؤال auxiliary question نزيد غير قبله wh word what ماذا ولا نحط where ولا نحط where اللي هي اين when متى how كيف نحط الكلمة الاستفهامية اللي حاب نستعملها من بعد نتبع نفس الترتيب تاع الأوكزيليوري كويشن نزيد مباشرة الأوكزيليوري did لازم
بعد نزيد السابجكت، بعد نزيد الفيرب في الانفينيتيف. كي نجاوب على الدبليو اتش كويستشن، الدبليو اتش وورد ما يدخلش في الجواب، يعني وير وات وين هادو ما يدخلوش في الجواب. اوكي، الكلمه الاستفهاميه ما تدخلش. الجواب راح نبداه بالسابجكت. اوكي، راح نبداه بالسابجكت. فور اكزامبل، وات ديد هي بلاي، كي نحب نجاوب على السؤال هذا راح نقول وات، هذه ماذا لعبه، وات ما تدخلش في السؤال في الجواب، ديد ما تدخلش خاطر هادو في زوز استعنا بهم باش نطرحوا السؤال. راح نجاوب بجمله عاديه، والجمله العاديه تبدا بالسابجكت، يعني راح نقول هي، هو قال لي وات ديد، يعني ماذا لعبه، وات ديد هي بلاي، ماذا لعبه، يعني راح نقول له لعبه. اوكي، راح نستعمل لعبه، يعني هنا راح نقول هي بلايد تنس فور اكزامبل، لعبه التنس. يعني نقول نجاوب نستعمل هي زائد الفيرب مصرف، بعد ندلو الاجابه، قال لي ماذا، وات، اي انسر هي بلايد تنس. اوكي، فور اكزامبل كون كان السؤال هنا وير ديد هي بلاي، اين لعبه، وير ديد هي بلاي، نقول هي بلايد، هي وبعد نصرف الفيرب بلايد، هادو في زوز ما يدخلوش، وير ديد، هنا سألني وير اين، يعني راح نجاوبو بالمكان. فور اكزامبل هي بلايد ان ذا ستاديوم، لعبه في الملعب. هنا نوصل لنهاية الدرس تاعنا، نتمنى انكم فهمتوا الدرس، نتمنى اني بسطته لكم على قد ما نقدر. اذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ولا ما فهمتوش حاجه، تقدروا تكتبوا لي في التعليقات وانا نعاود نشرح لكم باذن الله. باي باي. Thanks for watching. Like, share and comment. Please subscribe our channel.